انفليشن، وحكينا الانفليشن اللي هو عبارة عن التضخم، ومرت كثير علينا هاي هذا المفهوم اللي هو مفهوم التضخم وارتباطه بالأسعار، ارتباطه بالtime value of money، ارتباطه بالcash flow، ارتباطه بالinterest. لاحظوا انه بكل موضوع ما كنا نقدر نفصل بعض الكونسبت عن الانفليشن، لانه ببساطة الانفليشن له علاقة مباشرة بالاقتصاد وبحركة الاقتصاد وبحركة التداول وبالمشاريع بالأرباح بالخسائر. يعني بدنا نتعرف بشكل أدق على التضخم، شو هي أسبابه، ليش بيحدث التضخم، كيف ممكن إنه إحنا نتعامل معه كمشكلة اقتصادية عالمية أو مشكلة اقتصادية محلية. يعني في ممكن يكون تضخم محلي وممكن يكون تضخم عالمي، ودائما بنرجع دائما للفكرة الأساسية إنه الاقتصاد العالمي مرتبط بشبكة من العلاقات معقدة جدا، فأي تأثير اقتصادي أو تغير بحركة الاقتصاد بالعالم راح تأثر فيها مختلف المناطق الموجودة بالعالم. فالتضخم اللي قاعد بتصير بأمريكا ولا بتصير بروسيا ولا بتصير بالعالم كله قاعد بينعكس علينا إحنا الدول النامية، وبالعكس أصلا كل ما كانت الدول فقيرة اقتصاديا كل ما كان الاقتصاد يعني جسد، كل ما كان تأثير التضخم عليه أعلى. عرفتوا؟ يعني مع أنه يعني الدينار الأردني من يعني من فئة العملات القليلة جدا اللي موجودة بالعالم اللي فيها سعر صرف الدينار يعني أكبر من قيمة الدولار، يعني كل دينار أردني هو عبارة عن 1.4 تقريبا دولار و40 سنت، يعني يعني هاي عملات قليلة موجودة بالعالم ما ضمن هاي الفئة. ثواني بالله. لكن مع هيك يعني بما أن حتى الدينار يعني ارتباطه بالدولار أو ارتباطه بال الصوت أنا قطعت شوي ماشي بيحللهم التخبيط على الباب لما بدأش المحاضرة أكله مع أنه الدينار محافظ على قيمته يعني بسعر التداول العالمي بالعملات يعني بسعر الصرف، لكن مع هيك إحنا نعاني من مشكلة تضخم عالي جدا بفعل ارتفاع الأسعار بالأردن، بشكل صارت الأردن تأخذ مركز عالمي بالغلاء أو بارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل المحلي، سواء دخل البلد دخل الاقتصاد المحلي أو دخل الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك دكتورة، والله هسه فوتت لأنه هسه قبل طلعت امتحان كالكولاس 2. أهلا وسهلا، كيف الامتحان؟ لا الحمد لله تمام، إن شاء الله خير. يا إن شاء الله خير، هذه إن شاء الله خير دائما تخفي وراءها ما تخفي. أوكي موفقين. أكلم نرجع لمفهوم التضخم. An increase in the average price level of all product in an economy. لاحظ كلمة increase هي ارتفاع، لاحظ هون كلمة ارتفاع مش محددة، يعني ما بحكي إنه قديش ارتفعت أو قديش النسبة اللي ارتفعت فيها، لكن عملية الارتفاع هون هي عملية مستمرة. يعني ما بسمي الاقتصاد انه ارتفع سعر السلع ورجعت نزلت مرة ثانية، لا، عملية الزيادة المستمرة بالأسعار. ولاحظ average price، كلمة average price شو بتختلف عن price؟ price لازم يكون specific في محل معين او فئة معينة. average سعره خلينا نحكي على الدولة في جميع المحلات اللي داخلها او شيء. يعني لو أعطيتك مثلا يعني أبسط شغلة، سعر الجاج بالعموم قديش سعر الجاج عندنا بالأردن؟ الأفرج برايس يعني بحدود الدينار ونص دينار وستين، هذا الأفرج تاعه صح؟ أحيانا بتلاقيه أقل من هيك، ممكن تلاقي دينار وأربعين دينار وعشرين، ممكن يعني وصل بالفترة الأخيرة بعد المقاطعة نزل بعض المناطق دينار وعشرين،
وبعض المناطق ممكن تلاقي دينار و80 تلاقي دينار و90. لا احنا ما بنحكي عن التضخم، بنحكي عن الافريج برايس، يعني ما بنحكي عن الظروف الطارئة اللي ممكن تغير سعر السلعة بارتفاع او بنزول. يعني زي فترات مرات بتلاقي سعر البندورة بيطلع كثير، او سعر مثلا نوع معين من الخضار او نوع معين من الفواكه او سعر الزيت او سعر الارز. لما تحكي عن الافريج برايس اللي هو التغير المستمر او الارتفاع المستمر بمعدل سعر السلع، مش السلع اللي بصير فيه تذبذب بسعرها، تمام؟ الآن فكرة التضخم، لما أنا بحكي عن نسب بسيطة بالتضخم، يعني نسب صغيرة يعني 2% 3%، يعني ربطة الخبز كانت بربع دينار صارت ب30 قرش، هذا ما بسميه تضخم. مثلا ارتفاع بمقدار نص دينار على سعر سلعة معينة أو ربع دينار، هذا ما بسميه تضخم. لكن لما إحنا بنحكي عن الدبلينج، يعني تخيل إنه سعر السلعة يصير الدبل الضعف، يعني زي بالفترات اللي بصير فيها يعني شح في العرض، يعني السلع بتكون كمياتها قليلة في الأسواق، لذلك بيكون عليها تهافت، فتلاقي أسعارها يعني ضعفت بشكل كثير كبير. فهون التضخم، يعني هون معطيك مثلا البريد الخبز، ربطة الخبز إذا كانت بثلاثة دولار وصارت بعد سنة بال2019 صارت 3.05، يعني ارتفعت 5 سنت ولا ارتفعت 5 قروش، هذا ما بسميه تضخم. يعني هذا المعدل الزيادة، هذا ما بسميه تضخم. متى بسميه تضخم؟ When economists measure the change in the average price level of goods service in nation. الآن لما انت تعمل عملية جرد، يعني احنا متى بنعرف انه صار في عندي تضخم بالأردن؟ لما بعمل عملية تتبع للسعر خلال سنوات. يعني لو مشينا من بداية هالأزمات الاقتصادية اللي بتمر علينا، احكي من 2010، لو اتبعت الأسعار من 2010 لغاية 2022، يعني خلال هال 22 سنة، شوف قديش فرقوا الأسعار بمختلف أنواع السلع وبكل المجالات. رح تلاحظ انه صار في ارتفاع وتغير بالأفرج برايس ليمكن 99% من السلع اللي موجودة في الأردن، أشياء بسيطة جدا ظلت على سعرها. يمكن الإشي الوحيد اللي ظل على سعره بالأردن أسطوانة الغاز على أساس أنها مدعومة، يعني يمكن هذا الإشي الوحيد اللي ما تغير سعره، مع أنه هم ما بيغيروا السعر، قاعدين بيغيروا بالكمية اللي موجودة جوا. يعني هي نفس الفكرة. لكن بالعموم يعني التضخم أو الارتفاع طال جميع أنواع السلع بكل، ويمكن الفكرة اللي انتو حكيتوها أحيانا بيثبت لك السعر بس قاعد بيغير الكمية. يعني حبة الشوكولاتة ظلت على سعرها بس الآن يعني قاعد بتكش، يعني تصغر. فهو يعني هو مجرد عملية تلاعب بالماركتينج، يعني بالتسويق، لحتى يوهمك انت كمستهلك انه الأشياء، يعني انه احنا قاعدين بنلبي احتياجاتك، او انه احنا بنعطيك الاسعار بحجم، احنا ما تغيرنا عليك بحجم دخلك، انه ما تغيرنا عليك بالضبط. هو عباره عن كسب وهمي للثقه. يعني انا لما بشوف حبه الشوكولاته لساتها محافظه على سعرها ل 20 سنه، معناها فعليا يمكن كشت للثلث حجمها. يعني هو فعليا يعني تغير عليك السعر، بس تغير بشكل عكسي، انت ما بتشعر انه ارتفع عليك، لكن هو فعليا تغير بس بشكل عكسي. طيب لو سألتك حتى الشرى وبطلوا حطوا فيها طعام، حتى العلكة بطلت، كانت يعني بالشيلة انت تقدر تشتري 5 حبات، الآن 2، ما بعرف يمكن 2 أو يعني حتى يصار عليها تضخم. يعني كل شيء، يعني هي موجة، يعني عرفت علي انه دائما حكينا الانفليشن او التضخم مرتبط بالنشاط الاقتصادي، وإحنا بما إنه أساساً النشاط الاقتصادي عندنا والمشاريع راكدة، لأنه معظم المشاريع عندنا بالأردن هي مشاريع حكومية، يعني مشاريع نهضوية حكومية، والحكومة عندنا يعني شبه بتشخر قاعدة نايمة، ما فيش مشاريع أصلاً بتصير. وإذا بلشوا بمشروع جايين متحمسين، ببلشوا في أول فترته وبيروح بمد معك على 20 سنة 25 سنة، ويمكن يخلص ويمكن ما يخلص، ذلك ما بنلاحظ هذا الأثر. بعكس البلدان الثانية، البلدان اللي بتنمو اقتصاديا، كلمة بتنمو بدي أشعر بالنمو على مستوى دخل الدولة،
على مستوى الخدمات اللي تقدم، طبعا بدها تتحسن، على مستوى الرعاية اللي تتقدم للأفراد، على مستوى الدخل. يعني إذا دخل الفرد ما نما وما ازدهر وما صار عنده يعني مستوى أعلى بمعيشته، معناته يعني الحركة الاقتصادية في البلد يعني متوقف. وهذا اللي بصير، كل ما كان في مشاريع أكثر رح تشعر أنه انعكس على المجتمع، انعكس على البطالة، صار في فرص عمل أكثر، صار في أموال حتى تتحرك في الأسواق. يعني لو تطلع هيك وانت مار بوسط السوق رح تلاقي المحلات، يعني بعض المحلات بكيش ذبان زي ما بيحكوا. ليش؟ لأنه في كساد، ما فيش دخل، ما فيش مال بأيد المستهلكين لحتى إنهم يتداولوا السلع، لأنه يدوب صار دخله يلبي احتياجاته الأساسية. واضح؟ فكيف ممكن أقيس الإنفليشن بأي بلد بأي اقتصاد؟ كيف ممكن أقيس الإنفليشن؟ هل هذا البلد بيعاني من تضخم ولا لا؟ أهم شغلة كمؤشرات للتضخم اللي هي CPI والPPI. CPI هاي مرتبطة فيك أنت كمستهلك، Consumer Price Index هو مؤشر السعر بالنسبة للمستهلك، والPPI اللي هو Producer Price Index، واحد من جانب المستهلك واحد من جانب المنتج. الآن كيف ممكن يكون هذول مؤشرين حسابهم يعتبر مؤشر على التضخم؟ بالنسبة للCPI اللي هو Consumer Weighted Current Price على الweighted pace period price ضرب 100% لحتى أطلع نسبة التضخم. شو بصير هذا الحكي؟ الآن بدي أقيس السعر الحالي، يعني لازم يكون في عندي سلة مرجعية. سلة مرجعية مثلاً خلينا نروح على 2015، نعتبرها سلة مرجعية بالنسبة لنا اقتصاد الأردن. أوكي؟ باجي بقيس سعر أي سلعة الآن، أي سلعة تخطر في بالك الآن، خذ سعرها وشوف قديش كان سعر نفس السلعة بال2015، اقسم القيمتين على بعض وضربهم بمية بالمية. إذا كانت القيمة أعلى من 100% معناته هاي السلعة صار فيها تضخم. يعني طلع هون أخذنا مثال ربطة الخبز بال2017 بالسنة، يعني هاي كانت $3، بال83 كانت 1.32 اللي هي يعني تقريبا ضاعفت بمعدل الضعف، يعني صارت زيادة بمعدل الضعف. لما ضربناها بمية بالمية طلعت 227. الكونسيومر برايس اندكس يعني اللي كان بيشتري ربطة الخبز في 83 كان بيشتريها بالدولار 0.3، صار بيشتريها بال2017 $3، ضاعفت عليه القيمة. فمعدل التضخم هون شو صار فيه؟ صار أكبر من 100%، فمعناته هاي السلعة بقدر أحكي عنها إنه صار فيها تضخم. حد طيب بطريقة أبسط كيف ممكن أقيس CPI؟ أنا يعني أنا بدي أصير كل سلعة أصير أحسب لها CPI؟ لا، بقدر أخذ التوتال بالنسبة إلها، عرفت؟ وبإمكانك تأخذ المرجعية كاملة بالنسبة للإنفليشن. يعني هون الإنفليشن ريت اللي هو معدل، كلمة معدل يعني أنا بحكي عن نسب مئوية، ممكن تعطيني تصور عن قديش مقدار الارتفاع. باخذ مرجعية زي نفس الوضع اللي قبل، يعني هون CPI بالسنة الأولى اللي هي السنة A مثلا اللي هي 2022 ماينس CPI year B اللي هو مثلا 2015 ل 2010، أي سنة مرجعية بدك تحسب عليها. طبعا هي هاي الأشياء لما بتصير عليها دراسات ما بتصير يعني عشوائيا، يعني لما بدهم يدرسوا اقتصاد الأردن والفواصل أو بسموها المفترقات اللي صار فيها تغير كبير، لاحظنا تغير كبير إما نمو حاد أو انخفاض حاد بالقيم، هنا بيدرسوها على شكل فترات بيشوفوا وين صار فيه تغير أو انخفاض بالاقتصاد بمعدلات كبيرة وظل هذا المنحنى ماشي بالانحدار أو زاد بمعدل وبلش أنه بيطلع لفترات طويلة. الآن هاي المفاصل هي اللي باخذها على نقاط مرجعية A و B وبقسم على السنة المرجعية. فالآن لما بدك تاخذ معدل التغير نفس الإشي،
تطرح السنة الأولى من السنة الثانية واختم على السنة الأخيرة. يعني إذا أخذنا CPI مثلا هون قديش طلع عندنا CPI مثلا 227 بالسنة A، شيل منه CPI ل year B للسنة مثلا لل 2015 واقسمه على CPI لل 2015 برضو معدل الانفليشن ريت. طلع لما بحكي عن معدل التضخم 3.57% بالنسبة إليك ممكن تكون قيمة بسيطة، لكن مثلا جيب أي سعر، يعني لنفرض أنه عندك سلعة سعرها كان 10 دنانير تمام، وصار عليها تضخم بمقدار 3.57%، يعني فعليا قديش اللي صار عليها تضخم؟ قديش 3% من العشرة؟ 30 قرش، يعني 30 قرش صح؟ بالضبط. يعني صار السعر الجديد إلها الانفليشن ريت إلها 10 دنانير و35 قرش، 10 دنانير و35 قرش، 35 قرش أو 36 قرش إذا بدنا نقربها، يعني معدل تغير بسيط زي اللي إحنا قاعدين بنشوفه على فكرة بالمحروقات. أنت يعني كل شهر أو كل شهرين لما يخبطون ارتفاع بسعر المحروقات بتشوف إنه زيادة قرش، يعني قرشين على التنكة لغاية ما وصل سعر التنكة. يعني لو بدك تقارن وتشوف سعرها من التسعينات، يعني بدك تاخذ مثلا الريفرنسير بالتسعينات قديش كانت تنكة البنزين 3.5 دنانير بهذاك الوقت، شوف الآن قديش سعرها صارت 20. دكتور الليتر كان زمان 35 قرش هسه صار 99، يعني صار دينار، يعني تنكة البنزين الآن 20 دينار، يعني 300%. يعني شوف أنت معدل التضخم، هذا تضخم ولا مش تضخم؟ هذا لا تضخم. طبعا تضخم تضخم وتضخم يعني كبير جدا. شوف في أشياء صار فيها تضخم كمان بالأردن، يعني بشيء أنتوا بتلاحظوه بحياتكم. السيارات أسعار السيارات ارتفعت، يعني حتى المحروقات، يعني أساساً كل إشي مرتبط بالمحروقات على فكرة. يعني مجرد ما يرتفع سعرها أصلاً ويصير فيها تضخم، كل إشي مرتبط فيها رح يصير فيه تضخم، سواء ألبسة لأنه معظم الألبسة تصنع من النفط. أوكي؟ الأدوية رح تذكر يا دكتور، الأدوية رح ترتفع، الأجور رح ترتفع. أنتوا قد شوفوا الباصات، المواصلات اللي بتطلعوا فيها دكتورة، كل إشي ارتفع أصلاً بالنسبة لجمركنا وضريبتنا لأنه عالي كثير. كل إشي مرتبط بالمحروقات مجرد ما يطلع تلاقي كل إشي ارتفع، لأنه كل إشي مو من وراء الضريبة والجمرك صارت. والله سعر الشحن علينا النقل، يعني 100 شغلة بتفوت، انسى الجمرك وانسى الضريبة لأنه كل إشي صار، يعني هي منظومة. لذلك بقول لكم يعني الاقتصاد جدا معقد وجدا متشابك، يعني ما بتقدر تفكفك خيوطه لأنه مرتبط بشكل كبير، فأي تغير سلبي بأي منطقة رح ينعكس بشكل كامل على المنظومة كاملة، تغير إيجابي رح ينعكس بشكل إيجابي. وضحت؟ فمعدل الانفليشن ريت ممكن يكون قيمة بسيطة 3.57، بس أنت مع الوقت رح تلحظ هذا الأثر بشكل كثير كبير لما بدك تاخذه تراكمي. يعني أنت ممكن بالسنة بتشوفه 35 قرش مش فارقة عادي، يعني مش كثير فرق يعني، بس تعال تراكم القيمة على فترة زمنية طويلة هون أنت بتشعر بهذا التضخم. يعني إحنا الآن التضخم انفجر مش وليد السنة، يعني هي المشكلة مش السنة ولا السنة اللي فاتت، هي اللي قبلها على اللي قبلها على اللي قبلها. اعمل accumulation، يعني قاعد أنت بتعمل تراكم لكل القيم هاي لحد ما انفجر الآن بهذا الوقت. يعني بالفترات الأخيرة ممكن صار في تسارع بالقيمة، لكن صار في يعني تأثير بشكل سلبي صار على الحياة، على حياة الأفراد. يعني ما بعرف إذا بتحضروا نشرات النشرة الاقتصادية بالنسبة للأردن، يعني بتشوف التقارير من الشوارع، بتشوف ردود فعل الناس، ويمكن إحنا عايشين بشكل، يمكن أنت شايف جارك وشايف صاحبك وشايف يعني
كل الفئات اللي حواليك، الكل قاعد بيعاني من شيء معين او قاعد بيعاني من طرف معين. ففي النهايه يعني هي مظله كامله، يعني عندنا يمكن فئات بسيطه الشعر بهالفرق ومش فارقه معهم يعني، لكن الفئه الاكبر اللي مع الاسف اللي هي القطاعات الحكوميه اللي معظم اساسا الوظائف عندنا بالاردن وظائف حكوميه بلشت تنعكس عليها بشكل يعني سلبي جدا. يعني الصمام هلا شيء ينفجر. في عندنا مصطلح اسمه الكور انفليشن ريت، ذا انفليشن ريت اكسكلودينج افكتس اوف فود اند انرجي برايسز. هذا المفروض الوضع الطبيعي ماشي. لما انت بتحسب الانفليشن ريت اللي حكينا عنه قبل شوي السي بي اي على اي ماينس بي على بي، المفروض لما بحسب الانفليشن ريت اني استثني منه الاكل، اسعار الاكل واسعار الوقود. ليش؟ هاي اشياء اساسيه فبنشوف التغير الاشياء الكماليه. ايوه بالنسبه للانفليشن ريت، واحنا قاعدين بنحسب التغير اللي قاعد بصير على الاشياء بشكل عام، من الأشياء اللي بتصير في تغير مضطرب على أسعارها اللي هي أسعار الأكل وأسعار الوقود، بتطلع وبتنزل تمام. لكن لما بدي أقيس الانفليشن ريت استثني الأكل أو أي شيء له علاقة بالغذائيات واستثني أسعار المحروقات وقيس على أشياء ثانية زي سعر الألبسة زي سعر البيوت سعر أسعار السيارات مثلا، كل شيء ما عدا هذول الشغلتين بقدر أقيس عليهم الانفليشن ريت. ليش هذول؟ لأنه في تغير فيه متذبذب. فلما بدك تبلش تحسب الانفليشن ريت إلهم، مرة رح تلاقي ارتفع مرة رح تلاقي انخفض، مع أنه عندنا بالأردن الانفليشن ريت أكثر إشي على الانيرجي برايسز، يعني كل إشي له علاقة بالمحروقات هو اللي قاعد بيتغير، وبالتالي أساساً لأنه مرتبط بالأشياء الثانية كمان هي بتتغير. فالآن هاي التغيرات إما بتكون بأسباب داخلية يعني سياسات داخلية هذا الارتفاع بالأسعار، أو بيكون مرتبط بتغيرات خارجية. يعني الأكل إحنا مش كل إشي بنزرعه أو مش كل الغذائيات عندنا متوفرة بالأردن مثلا، في أشياء إحنا مستوردها، إما بنستوردها يعني على شكل فريش يعني بيجيبوها بثلاجات مثلا يعني طازجة، أو يجيبوها مثلا معلبة أو مواد غذائية تمام بمختلف أشكالها الاستيرادية. الآن لما تتغير الظروف بالبلد مثلا اللي بيتم منه الاستيراد، ممكن هم اللي يرفعوا علينا الأسعار، وبالتالي تغير السعر هون ما كان لأسباب داخلية كان لأسباب خارجية. نفس الإشي الانيرجي برايس، بما أنه إحنا دولة مش مكتفية ذاتيا بالوقود، يعني مش دولة زي الخليج أنه إحنا طاقة من عنا أو مصروف الطاقة من عنا سواء بالكهرباء أو بالمحروقات، فهم اللي بيتحكموا بسعر البرميل وبيتحكموا بسعر الغاز الطبيعي مثلاً بدنا نحكي عن الكهرباء، لأنه عنا بدائل كثير ممكن نستغني فيها عن الغاز الطبيعي زي الطاقة المتجددة. وإذا عمرك شفتوها وأنتوا جايين من عمان اللي بتيجوا من جهة الشمال تشوفوا على الطريق مراوح، هاي المراوح عبارة عن محطات توليد طاقة وطاقة متجددة ومتوفرة ونظيفة وبإمكاننا استغلالها بشكل كتير كبير، وبمختلف المناطق ممكن تزود كل الأردن بالطاقة. تعال الخلايا الشمسية اللي بيروحوا جهة العقبة بتشوفوهم، عندك وادي عربة مزارع خلايا شمسية، هاي كمان طاقة متجددة بإمكاننا احنا نستغلها. لكن اعتمادنا على متغيرات الأسعار اللي قاعدة بتصير سواء من مصر، إحنا بجينا الغاز الطبيعي من مصر وجينا نفط من العراق ومن السعودية، بس الأسعار عندنا مرتبطة فيهم. فالإنفليشن ريت هون مش معيار حقيقي لقيمة التغير، مع إنه يعني إذا بدك تيجي للي قاعد بصير هو عكس المنطق، يعني قاعد النفط بالعالم بينزل سعره وإحنا عندنا بيرتفع. عندنا مصطلح ثاني. الملف البي دي اف هذا نازل على المنصة؟ شو هذا اللي انا بشرح منه؟ اه
لا لا بس بعد المحاضرة بنزل لكم إياه. خلاص تمام. الهايبر انفليشن، كلمة هايبر لحالها معناها ارتفاع أو يعني إشي كثير يعني بمعدلات غير طبيعية. زي لما تحكي مثلا هايبر سموكر يعني شخص يعني بدخن بكميات كثير كبيرة. كلمة هايبر انفليشن معناته تضخم بمعدلات تفوق المعدلات الطبيعية، يعني عندنا تضخم وبمعدلاته العالية يعني تغير في معدلات طبيعية للأسعار، لكن لسه الهايبر انفليشن the worst kind of inflation يعني هذا أسوأ، لهذا عادة بعده بصير انهيار، انهيار بالاقتصاد أو انهيار بالبلد. هذا بيصير وين؟ بالدول اللي فيها حروب لاقتصادها أصلا انهار، زي ما صار في الدول اللي صار فيها ربيع عربي، زي انهيار الاقتصاد اليمني الليبي العراقي، انهيار لبنان مع انه ما فيش فيها حرب لكن الظروف الداخلية انعكست على السلوك الاقتصادي وبالتالي صار فيها انهيار، صار كل 5000 ليرة لبنانية 1 دولار. تخيل بالحرب العالمية الأولى ألمانيا كان كل 4.2 تريليون ماركس، كل 4.2 تريليون مارك ألماني بيعادل دولار واحد. تخيل قديش هاي القيمة، تخيل قديش حجم الانهيار اللي صار بالاقتصاد. والآن طلع وين ألمانيا؟ من أقوى الدول بالعالم الآن بالاقتصاد. Producer Price Index is a measure of the average change over time in the prices of goods and services brought by producers. Prices are based on some 3,200 different products. أي إشي ممكن تطبق عليه الـ PPI أو الـ PCI ما عدا زي ما حكينا الـ Food والـ Energy Resources، هذول استثنيهم شوي. الآن من وجهة نظر الـ PPI، من وجهة نظر الـ Producer، الآن إحنا كنا بنحكي هناك عن سعر البيع، يعني أنا كمستهلك شو بدي أشتري وشو بحس بفرق السعر. بالنسبة للبروديوسر الآن هو قديش بده يعطيك، بس هو فعلياً لما بدي يبيعك السلعة هو بيدفع عليها ضريبة، بيدفع عليها جمرك، وبيدفع عليها تكلفة نقل، وبيدفع عليها شحن، وبيدفع عليها تخزين. الآن هو كل ما شعر بفرق الكلفة عليه بدي يرفع السعر عليك أنت. زي لما صار بفترة الكورونا، صار في تغير لما سكروا المطارات وسكروا الشحن البحري والشحن البري والجوي كله، صار في شح بالمواد الخام، صار في شح في الاستيراد، فصاروا يكتفوا بما هو موجود، يعني صاروا يطلعوا حتى يعني البضائع القديمة الموجودة عندهم بالمخازن، يعني يمكن كانوا بتركوها لفترات يعني اللي بيكون فيها شح بالبضائع، لكن فعليا اطلع قديش ضخمت الأسعار بهاي الفترة. صار هو بده يحسب عليك التكلفة لأنه ارتفع عليه، ما فيش مبيعات أصلا لأنه كان في حظر وكان في شح بحركة الاقتصادية، لما كان يعني المحلات ينتهي شغلها الساعة 6 المساء. معظم المحلات عندنا بالأردن يمكن خاصة محلات الألبسة والأسواق هاي شغلها مساء، فأنت لما تعطلوا هاي الفترة أنت فعليا قللت يعني بدرجة كبيرة جدا من حجم المبيعات، وبالتالي هو خسر. لما خسر بده يعوض خسارته برفع الأسعار، فمن هون بتقدر تحسب أيضا قيمة الانفليشن. يعني لاحظوا هون في ارتباط كثير كبير ما بين الـ PPI والـ CPI، اثنين فيهم مرتبطين بشكل كثير كبير. لما بترتفع قيمة الـ PPI أكيد رح ترتفع قيمة الـ CPI. لما الـ Producer بده يرفع عليك الريت أنت رح تشعر فيه. طيب شو اللي بيأثر أو شو اللي بيسبب الـ Inflation؟ شو اللي بيخلينا نشعر بظاهرة الـ Inflation؟ Change in aggregate demand. Demand مرت علينا، ذكروا طلب. لما بيصير في عندي تضخم بالطلب
ايش يعني تضخم بالطلب؟ يعني صار في اقبال كثير كبير على منتج معين او على سلعه معين. هون ايش بصير؟ بصير في تغير بقيمه السلع. هون بصير في نوع من الاحتكار، نوع من الاستغلال من قبل البروديوسرز، فبرفعوا الاسعار بشكل كبير. فهون بتلحظ التغير بالقيمه او بتلحظ التغير بالسعر بالنسبه لك انت كمستهلك، وشو انعكاسه على مستوى التضخم الكامل. في عندنا مفهوم اسمه demand pull inflation. demand pull inflation when aggregate demand increases faster than the economy can produce the goods. متى بسميه pull؟ لما يصير في عندي فجوة ما بين الطلب وما بين ما هو ما بيتم إنتاجه فعليا. يعني لما بصير، امتى بصير عندي الاجريجيت ديماند؟ طلب كثير بس ما فيش توفير للسلعة، بصير عندي هاي الظاهرة، ظاهرة الديماند بول انفليشن. الأسواق أو المنتجين مش قادرين يواكبوا حجم الطلب بالسلع، أو من ناحية ثانية ممكن المنتجين أصلا بيستغلوا هاي الشغلة وهم اللي بيخفوا المبيعات لفترة ارتفاعها. زي لما بيسمعوا انه بده ترتفع مثلا اسعار السكر، بتلاقي كل المحلات والسوبر ماركتات بيخبوا السكر اللي عندهم لبين ما يرتفع عشان يبيعوه بالسعر العالي. هاي الظاهرة بتحدث. هون بيصير في تضخم كثير كبير في الاسعار، بيصير كثير فرق بتغير الاسعار، ممكن تلحظوا بفترة زمنية قصيرة، يعني خلال اسبوع ممكن تشوف فرق، خلال شهر ممكن تشوف الفرق. The demand increases and pull longer along higher prices because demand is increasing faster than supply. صار الطلب أكثر من العرض، يعني أكبر بكثير مما هو أو ما يتم توفيره، وبالتالي هون لما حكينا بصير فجوة بقيمة الأسعار تغيرها. ولو بدك تقيس الانفليشن بهاي الفترة رح تلاقي إنه معدلات الانفليشن ريت كثير عالية، حتى لو كانت على فترة زمنية قصيرة، وحتى لو كانت مؤقتة هاي الحالة، يعني فجأة ارتفعت الأسعار وارتفعت كثير بس بعدين ترجع تتزن أو ترجع لوضعها الطبيعي. وكثير دول الكونسيومرز يعني المستهلكين هم اللي بيجبروا البلد مثلا أو المؤسسات على إنها تنزل الأسعار أو تخفض الانفليشن ريت بالمقاطعة، لأن المقاطعة يعني توقف مبيعات وبالتالي خسارة على البروديوسرز. فهون لما بصير مقاطعة بصير إعادة، خلينا نحكي ضبط للأسعار. يعني مثلا بقول لك من الدول بالعالم اللي الأسعار فيها ما بترتفع برغم كل التضخم اللي قاعد بصير في العالم، ما بترتفع فيها الأسعار. عارفين وين؟ تعرف وين؟ اليابان دكتور. اليابان. اليابان قديش لها سنة الأسعار زي ما هي، ما تغيرت برغم قديش العالم قاعد بضخم اقتصادية وترتفع الأسعار فيه، اليابان زي ما هي الأسعار عنده. ليش؟ لأنه الأشخاص أو الأفراد عندهم ثقافة المقاطعة، جربوها أكثر من مرة وحاولوا يرفعوا لهم الأسعار بشكل بسيط، يعني جس نبض، كانوا بيقاطعوا كل سلعة ارتفع سعرها، وبالتالي يعني بصف البروديوسر هو الخسران، بيضطر غصبا عنه يرجع السعر، لذلك ما بيسترجوا اصلا يرفعوا الاسعار عليهم. هاي فكره لما تكون المينتاليتي او المستهلك عنده ثقافه من نوع ما. احنا بالعكس اصلا بصير عندنا العكس، لما بيحسوا انه في سلعه بدها تغلى بيروحوا بيتهافتوا عليها وبيشتروا منها اكبر قدر من ممكن. ما عندنا فكرة المقاطعة يعني، أو لسه مش ناضجة. يعني في ناس عندهم هاي الفكرة أو في ناس مش فارقة، يعني هي مقاطعتي رح تجيب نتيجة، بتجيب نتيجة، واحد على واحد على واحد بتجيب نتيجة. لما فترة اللي صارت رفعوا أسعار المحروقات بألمانيا، شفتوا المقاطعة؟ كل السيارات صفت بالشوارع، تركوا سياراتهم ونزلوا منها، يعني أجبروا الحكومة على أنها ترجع تنزل الأسعار لوضعها الطبيعي. فترجع لفترة زي بطاقات الشحن، احنا مرة حاولنا ان نوقف بطاقات الشحن وهيك بس ما نفعت معنا، مقاطعة ما بتنفع لانه اللي بيقاطع بتلاقي 10 20 بيقاطع والباقي. فكرة المقاطعة، فكرة المقاطعة لحتى تكون فاعلة وإلها تأثيرها لازم تكون الشريحة اللي بتقاطع كبيرة،
يعني تحس انه هي قوه ضاغطه. اما لما تلاقي يعني في الطفيل مقاطع ألف واحد هذول اللي يعني فارقة معهم، وفي الزرقة مقاطع ألف واحد، وفي عمان ما حدا مقاطع ولا تلاقي 500، شو بدها تأثر هاي؟ ولك بعدين لما بحتاجها بيجي لحاله اشتريها. لما تلاقي الكل الفئة الأكبر يعني والفئة الأعام مع الفكرة، مش بس بالمقاطع، بكل إشي بدك تكون قوة ضغطة، بدك تآمن بهاي الفكرة يعني. فإحنا من يمكن هاي من أكثر الأشياء اللي ما إلها أي تأثير على الحكومة أو على المؤسسات الحكومية أو على البلد، المقاطعة، لأنه إحنا ما عندنا هاي الفكرة، ما عندنا هذا الفكر أو هاي السياسة في إنه إحنا نتعامل مع الأشياء ونحاول. إحنا عندنا كل واحد اللهم نفسي، أنا قادر أشتريها خلاص مش فارقة معي، ما بقاطع. لما بدك تشعر بفكرة التكافل، مع إنهم يعني خلينا نحكي أوكي إحنا المفروض فكرة التكافل تكون عندنا إحنا بمجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن أنا بشوف فكرة التكافل بالدول الأجنبية أعلى، لأنه بالنهاية اللي بيجمعهم دول رأسمالية، بس بيجمعهم المصلحة، مصلحة العامة، ما بهمهم سين أو صاد أو عين اللي موجود بالمنصب بمسحوا الأرض فيه. أنا ما بهمني أنت كشخص، لأنه أنت جاي تشتغل مشاني، يعني أنا اللي جايبك تشتغل مشاني، فإما ما إما تخدمني أو مع السلامة بيجي غيرك يخدمني. هذا الفكر إحنا مش عندنا، يعني بتشوفهم بمسحوا الأرض برئيس الدولة ولا برئيس الوزراء ما عندهم مشكلة معه، لأنه بالنهاية أنت جاي مشان تخدمني، مشان تقدم لي الخدمة اللي أنا قاعد بدفع لك ضريبة عليها، وبتتقاضى مني ضريبة وبتتقاضى مني رسوم وبتتقاضى مني جمارك عليها. يعني أنت مجبور تعطيني خدمة تتناسب مع حجم ما أنا بقدمه للبلد. فكثير في فرق، كثير في فرق بالفكرة أو بطريقة التفكير الأفراد نفسهم. يعني إحنا لسه بدنا كثير نشتغل على هاي الفكرة لحتى يعني تجيب نتيجة. طيب رح أوقف هون وبنكمل من عند الـ causes of inflation، يعني رح نكمل في نفس الفكرة بكرة، أحرز لكم إياها. علق